فقد فسح لنا هذا التأجيل أيضا المجال لمراجعة البرنامج الثقافي الذي سبق وأن وضعناه لهذه الحفلية وتحريمه وإغناء بمزيد من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية وتوسيع دائرة الشركاء المحليين والإقليميين والاستفادة من التعديلات التطويرية الجديدة التي أدخلتها الإدارة العامة لسيسكو على برنامجها لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، وأخص بالذكر منها إبراز دور المنشآت والمعالم الثقافية الجديدة للعاصمة المكتفى بها كفضاءات وتجمعات ثقافية وإبداعية يأمها الجمهور الواسع من سكان المدينة ومن خارجها، وينشط فيها المثقفون والفنانون والمبدعون والإعلاميون أيضا، وهو ما تتوفر عليه مدينة القاهرة في مخططها العمراني الجديد، كما أصبح برنامج الاحتفالية يتضمن الأنشطة الهادفة إلى توزيع التعاون إلى تعزيز التعاون مع العواصم الثقافية المحتفى بها في المناطق الأخرى للعالم الإسلامي، ومع عواصم الثقافة في أوروبا وأمريكا وأفريقيا. وبهذه المناسبة أيضا أود أن أذكر بأن برنامج عواصم الثقافة في العالم الإسلامي قد تم تطويره وتجديده وتحديثه هذا العام. حظينا أيضا قدمت منظمة العالم الإسلامي منظمة إيسيسكو مبادرة أيضا إعلان الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وتمت ولله الحمد موافقة جلالة الملك محمد السادس نصر الله على أن تكون الرباط عاصمة للثقافة. عندما يحتفل في عاصمتين ثقافيتين في عام واحد القاهرة والرباط يكون لدى المنظمة عالم وفضاء ثقافي كبير. هناك أيضا في كل عام يحتفى بثلاث عواصم ثقافية، فعلى سبيل المثال لدينا أيضا مدينة عاصمة الكاميرون لتكون عاصمة ثقافية، وأيضا مدينة بانلو في إندونيسيا، إلا أنهم حتى الآن لم يردوا علينا في الإعلان عن ذلك، لكن هاتان العاصمتان العريقتان بما بأننا أمام برنامج لعواصم الثقافة جديد تحت مظلة رؤية الإيسيسكو الجديدة. القاهرة بذاتها كبيرة ليس في حجمها أو في عدد سكانها، ولكن أيضا غنية بتراثها، ولا يمكن لمثقف أن يتحدث عن الثقافة وعن الحضارة وعن التراث ما لم يتطرق إلى هذه العاصمة الكبيرة التي لها من التاريخ العريق ولها من الحضارة الكبيرة الشيء الكثير. نحن على أتم استعداد للتعاون بكل ما تحتمل الكلمة من معنى، وعلى إطلاق المبادرات الكبيرة، وأنا على يقين بأن معالي الدكتورة إيناس عبد الدائم وفريقها المبدع ستحظى القاهرة ببرامج كبيرة جدا واحتفاليات وأنشطة لم تسبق. كما أننا في المنظمة لدينا مجموعة من المقترحات، على سبيل المثال تسجيل عدد من المواقع الثقافية في القاهرة، ليست سواء كانت مادية أو غير مادية أو صناعية، كما نرى إن شاء الله أن تكون احتفالية الإعلان احتفالية تليق بهذه العاصمة، وأيضا احتفالية الختام بكل تأكيد ستكون أيضا بالمستوى الذي نطمح له في برنامج عواصم الثقافة في العالم الإسلامي. كل الشكر والتقدير لكم، وأتمنى للقاهرة دائما الازدهار والرخاء والأمن، وأشكر حقيقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على استضافة الإيسيسكو في مؤتمرها في مجلسها التنفيذي وفي مؤتمرها العام هذا العام، وأيضا في الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة.